يراد بها عمل خاص هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيامها بالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء فيها لا مطلق العمل. وما يقع من استحسان للإكثار من الأعمال الصالحة المتنوعة في ليلة القدر غلط في فهم المراد الشرعي منها، فمن يؤقت تلك الليالي لأجل عمل يراد به إصابة الخيرية المذكورة فيها بأن يطعم جائعا ويسر عاريا ويداوي مريضا ويتصدق على فقير ويبر والدا ويحسن إلى جار ويصل رحما، فكل تلك الأعمال غير مرادة فيها. الذي يبقى تلك الليالي مريدا إصابة ليلة القدر في المسجد أو في غيره قائما تلك الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن فيها والدعاء هو الموافق للمأمور به شرعا، لا من ترك القيام والصلاة والتلاوة وذهب يكثر الأعمال من الصدقة والإحسان والبر والصلة، فهذا معنى حادث لا يعرف عن السلف يراد